السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم اخر ما كاين في القفطان المغربي، يعني موديلات غنيه ومتنوعه وراقيه. يعني كنتمنى ان شاء الله هاد التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هادي قفطان مخدوم بسفيفه عريضه ومخدوم بالدبانه، يعني موديل جراقي في هاد اللون، اللون الازرق. كاين هذا في جف اللون الكرونه او اللون الاحمر، يعني جابت حتى هو بالسفيفه ديال الصم، يعني هاد السفيفه هي اللي دارجه هاد السنه هذه. كما كتشوفوا المرمى عريضه ومخدوم بالدبانه، جا موديل كذلك راقي ورائع. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نقول ان شاء الله دائما نبحثوا لكم على الجديد، والجديد كذلك ديال القفطان والجلابه المغربيه. كما كتشوفوا موديل جراقي بسفيفه، سفيفه عريضه ديال الصم بالافتتاحات. كما كتشوفوا هذا حتى هو قفطان مخدوم بالثوب ديال الكريب، مخدوم كذلك بسفيفه ومخدوم بزواق المعلم، يعني موديل جراقي ورائع. يعني دائما التجديد والابداع في القفطان المغربي. كما كتشوفوا موديلات راقيه كاين في هذا الفيديو، يعني موديلات اخر ما كاين في القفطان المغربي. وكما كيقولوا يعني قفطان كينسيك في قفطان، يعني موديل كينسيك في موديل. لوينات كذلك راقيه ورائعه. ما تبخلوش علينا بالبارطاج، وما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب باش تبقوا ان شاء الله دائما نبحثوا لكم على الجديد. يعني هذه الموديلات يعني باش كتاخذوا فكره على الجديد ديال القفطان المغربي، يعني اخر ما كاين. يعني موديلات وحتى اللوينات، يعني كما كتشوفوا اللوينات كلهم راقيين ورائعين. وهاد الموديلات ما كيديموضوش، كيبقاو تلبسو دائما. اللوينات راقيه ورائعه. ما تبخلوش علينا دائما بالبارطاج، وضغطوا على زر الاعجاب باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. ما تنساوش تخليو لنا تعليق. كيما كتشوفوا هذا قفطان حتى هو مخدوم بزواق المعلم بالثوب ديال الكريب، دائما الافتتاحات في الجناب. الموديل راقي ورائع. غادي نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة.